قاضي مصراتة الفقيه الشيخ محمد حسن عبد الملك. الشيخ محمد بن الحاج حسن عبد الملك العالم الجليل المتبحر، ولد عام 1871 بمصراتة، ونشأ في مصراتة بعد تعليمه في زاوية الشيخ أحمد زروق، حفظ القرآن الكريم فيها، ثم شرع في قراءة العلم على يد الشيخ الجليل رمضان بوتركية 3 سنوات، وقرأ على الشيخ محمد بن محمود بادي والشيخ مصطفى الختال حتى مرض مرضا في رجليه أقعده، فلم يستطع معه الذهاب للشيخ، فعكف على قراءة الكتب والمطالعة في الزاوية. ولما برئ وشفي بعد 3 سنوات وجده الطلبة قد سبقهم في العلوم، فطلبوا منه أن يجعل لهم دروسا، فدرس لهم كتاب المجموع للأمير ومغني اللبيب في النحو حتى ختمه، وكان له كذلك كتاب في الزاوية يعلم فيه القرآن الكريم. ارتحل لمصر لطلب العلم، وكان مجدا في الطلب مجتهدا، وقرأ على العلماء والمشايخ، ومنهم الشيخ أحمد الرفاعي الذي قال عنه: أتانا فتى من المغرب يقال له محمد حسن عبد الملك، قد بلغ من العلم في 9 أشهر ما يبلغه المجتهدون في 9 سنوات. وقد بقي هنالك في طلب العلم نحو 10 سنوات حتى صار من العلماء الأجلة، ثم رجع لمصراتة وجلس للتعليم والتدريس، وشرع في تفسير القرآن الكريم، فحضر مجلسه كثير من علماء البلاد ودهشوا لغزارة علمه. تولى قضاء مصراتة في زمن رمضان السويحلي، ولكن حصل بينه وبين السويحلي خلاف فترك مصراتة وغادرها مع أسرته، والتحق بالسنوسيين في برقة وبقي فيها 6 سنوات. وقد نسب إليه كتاب كشف الستار، وهو رد على كتاب عمر المختار للشيخ طاهر الزاوي، وقد نسبه له الشيخ غريو في ترجمته له. ويرجح هذه النسبة أنه بقي 6 سنوات في برقة، واقترب من السنوسية فعلم ما لم يعلم الشيخ الطاهر الزاوي عن عمر المختار والسنوسية. وعند الرجوع لكشف الستار نجد أن نحو 1/3 الكتاب منقول عنه ملخصا. وهاجر لمصر ولم يعد إلا بعد ذهاب الاحتلال الإيطالي، وبعد عودته شرع في التدريس والتعليم في منزله بمصراتة، فقد الشيخ الجليل بصره، وكانت فيه لكنة أجرج في لسانه لم تزده إلا جمالا على حد تعبير الشيخ غريو. له العديد من الفتاوى المكتوبة في كثير من القضايا والنوازل، وانتفع به جمع من الطلاب أصبحوا من المشايخ المعروفين، منهم الشيخ محمد السهولي والشيخ مصطفى بن عثمان والشيخ محمد بوحنك وغيرهم. توفي رحمه الله 1954. رحمه الله رحمة واسعة، وتقبله في العلماء الصادقين والصالحين.